عليك السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ما غلط بس يا طويل العمر. تقرأها الحين إغريقي بعد. بح إغريقي. جزاك الله خير. الآن هذا موجود في كتاب بطلي موسى، لكن أنا أحقق شيء عجيب يعني. نعم طال عمرك. هذا كتاب بطلي موسى طبعاً ما موجود يعني، يقولون نسخة موجودة في تركيا قلت لي مرة، لا لا في الفاتيكان. وفي الفاتيكان كان شركة بريل للنشر، راحت سنة 1932 وصورت الثلاث مجلدات مال بطليموس. نعم. وصورت بعض الخرائط من عندهم وضافوها على بطليموس. مش موجودة في الكتاب الأصلي. عبث، لخبط الدنيا كلها. سبحان الله، لخبط الدنيا كلها. هذا اللي عملته بريل يعني لخبطت المسألة. سبحان الله. أصل بطليموس ما في خرائط، المعروف هكذا. وصف فقط، وصف يعني. فأنا قريت في كتاب ألماني يذكر في شخص، ذكر اسمه ما في داعي نذكره، هو يقول أنا جيت إلى اسطنبول فوجدت نسخة بطليموس موجودة، فنسخت نسختين منها، خذت أنا واحدة وسلمت واحدة من النسخ للفاتيكان. الآن النسخة اللي في الفاتيكان، الفاتيكان هي ثلاث مجلدات، لما نقارنها بالموجود في اسطنبول هي نفسها. من هاي الحركة اللي أنا عملتها اكتشفت أن هذه شركة بريل دخلت خرائط على نسخة الفاتيكان. ويقول الحين مثلا قطر يقولون نحن في أنا كتبت لك من كتاب بطليموس عدل. نعم صحيح. وما يقولون كذا ويسمونها كذا، بطليموس ما له خرائط. العموم هذا الكتاب في أسماء عربية، وفي كذلك إشارة لمبنى عليه صليب. في أي منطقة؟ في وسط الجزيرة. في وسط الجزيرة. الجزيرة هي مناطق الجزيرة. وفي مكان فيه هلال على مبنى. معنى هذا بعد الإسلام. صحيح. طيب أنا رحت وجمعت جميع الخرائط التي نسخت، والخرائط هذه تسمى خرائط طلبة بطليموس الذين يدرسون موضوع بطليموس من المادة المكتوبة إلى المادة المنقوشة بالخرائط. بالخرائط. فأنا رحت وجمعت جميع الخرائط سنة بسنة سنة بسنة وأفتش هل فيها اسم عربي؟ ما فيها. ما فيها. وأنا أمشي الآن وصلت 1454. هذا طلع منك الخرائط وليس الكتاب. لا لا الخرائط حين. وإذا أنا أوصل إلى خارطة فيها الأسماء، رحت درست هذا الشخص اللي عمل لها الخرائط شو يقول. يقول أنا كلفني السلطان العثماني صديقي أن أعمل له خارطة بالعربي. حلو. زين. معنى ذلك أن في 1454 زودوا العثمانيين بهذه الأسماء اللي في الجزيرة. أيوة. وفي الشام وفي كذا وفي كذا. وهذه دراسة عجيبة يعني أنا أعملها طبعا. وكذلك عندي الترجمة لبطليموس بالعربي من الإغريقية. هي عملها السلطان الفاتح محمد. محمد الفاتح. نعم. هو اللي جاب هاي نسخة بطليموس وعشان يترجمها تمت عندهم. سبحان الله. وهذيك الثانية اللي كانت في أوروبا فقدت. زين. شوف كذا قصتها عجيبة. قصة شوي. عجيبة غريبة سبحان الله. هكذا يعني. فالآن مثلا اللي يقول مثلا نكتب لك من كتاب بطليموس، أي كتاب؟ كتاب بطليموس المضاف على كتب بطليموس اللي هو الخرائط. الخرائط. نعم.
هكذا. فما يقولوا هذا كتاب بطليموس، أنا بعد كتبت لك كتاب بطليموس يعني بعدني ما حققته أقول مثل ما يقولون. يعني كتاب بطليموس مجازا إلى الآن لم نتم التحقق من الموضوع؟ لا، كتاب خلاص موجود. كتاب بطليموس موجود. موجود بالفعل، بالفعل نعم. أي هذا كذا كذا، النسخة اللي موجودة في الفاتيكان واللي أخذها شركة بريل، خذتها وطبعتها، وطبعا أنا حصلت نسخة من عندهم. طبعا أعطوني نسخة باقية عندهم، كانت عدد يعني عدد قليل، كان من سنة 1932. وطال عمرك عندي، وأنا عندي العجيب يعني أنا عندي نسختين يعني ما من نسخة واحدة بعد. سبحان الله. أنا أقول لك ليش يعني. ليش؟ لأن هذه اللي أنا عرضتها واللي فيها الجزيرة العربية في اللي هو كتاب الخرائط. نعم. من كثر الإنارة، والإنارة ما كانت صحيحة في الدارة، بهتت. سبحان الله. بدأت تبهت. فاضطريت أشتري واحدة ثانية وأصار له الدارة. حصلتها يعني تعرف هذه. يعني اللي بيفتش بيحصل يعني. فهذه اسمه، فموجود هنا شاركة. شاركة. اي نعم. وفي خيمة. في نفس الكتاب. هي في الشمال. وفي قوين. قوين. هي قوين. وفي قرحة اللي هي جنوب ظبي اللي هي عند بينونة. عند بينونة ايه. وانا شو اللي خليني انا اكتشف هذا الموضوع؟ أنا كنت أدرس الجغرافيا في جامعة درهم، وأريد هي الجغرافيا التجارية كانت اللي أشتغل عليها، فأريد أنا أشوف التجارة اللي جاية من توام. هذه توام يعني العين. العين. فكانت التجارة تجي عن طريق الجنوب العمان وتمشي في محاذات الجبال حيث توجد مياه، ويصلون الى الى الى, إلى توام، ومن توام كان في طريق ياخذهم الى بينونه على البحر اللي هي بوظبي على البحر عند الطريف. يقول في التاريخ العربي ان هذا الطريق اندفن بعوامل الجو، السوافي، السوافي الرمليه. ايه رمل متحرر يقال السوافي، و تسف يعني تعرف تسف. نعم نعم هي هكذا يعني ماخوذه من ورد التسف والمل حتى في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم او شيء من القبيل. يعني بعدنا نتكلم بالعربي نحن. ما شاء الله. فقالوا العرب ان التجاره من عمان كانت تخرج من عمان وتنقل تنقل على القوافل الى القرحه، ومن القرحه الى بينونه. سبحان. لا، ومن القرحة إلى أبولة. أبولة يعني في على شرط العرب ناحية إيران. أبولة. أبولة. زين. وين القرحة؟ قالوا القرحة، القرحة بين الكويت وبين البحرين. طيب اشتغلت أنا، فتشت عن آثار في دبي، آثار في أبو ظبي، آثار في الصباخ، آثار في قطر، دخلت السعودية، دخلت في معاهم في نقاش طويل، ما توصلت له ولا حصلت طريق يوصلني، لأن هذا الطريق محفوف بالأخطار، لأن في الربع الخالي والسباخ خالي ما فيها مياه. نعم صحيح. صحيح. فمن خارطة بطليموس مشيت أنا المكبر، أمشي من عند أبولة اللي هي على شط العرب، وأنا راجع رايح باتجاه الجنوب. هي رحت ناحية الكويت، الكويت راح عند البحرين، رحت منين. لما وصلت هنا عند الطريف في أبو ظبي، وإذا هذه القرحة هنا واضحة، والقرحة يعني الحين قبال بينونة. سبحان الله. ما يعني بينونة يعني قال كانت هي أصلا في التاريخ العربي مكتوب هي عن اسم طريق بينونة اللي ينقل من التجارة ويوصل إلى البحر. إذا كانت توصل إلى هنا ومن هنا تنقل بالسفن إلى الخليج، لأن ما معقولة من الكويت جاي هاي المسافات كلها وهنا بينزل حق مسافة يوم واحد. عدل بالفعل. ما يسوى يعني. صحيح ما يسوى. نعم. إيه هكذا. والمكبر مشي فوق فاصطدمت بشركة. شاركة. سبحان الله. هذه اللي أنا كتبتها. سبحان الله. طلعت فوق حصلت قوين، حصلت خيمة.
خيبة. ونرجع الآن نقول متى كتبت هذه الأسماء في بالفعل هذه الخرائط هو هذا السؤال. 1550؟ 1550 هذا الإجابة للأتراك عطوا لهذا صاحبنا اللي عمل الخارطة. لكن هذه كتبت صاحب السمو، أما أن الأسماء متى قبل ذلك بكثير ربما ما يكون ندري ما نعرف. مش واضح. أما كتاب بطليموس فلا يكتب هذا اللي نقلوه، كتبوا هذا الساحل سموه ساحل أكلة السمك. ولا حتى هم وصلوا صاحب السمو إلى المنطقة هذه، يعني بطليموس وصل إليها لا لا لم يصل، بطليموس ولا تتحرك من مكانه، جالس في المكتبة ولا يتحرك. وإنما تلامذته. لا بطليموس كان يسأل القوافل اللي تأتي، يسأل القوافل اللي تأتي ماذا شاهدتم، من قابلتم، أين ذهبتم، هكذا. هنا هو عنده أولا عنده قياس مسير الجمل، القوافل مسيرها كم في الساعة، ويحسب كم تأخذ في الساعة كم تأخذ في الساعة. يعني مثلا يقول مثلا بعد مدخل الخليج عن اسكندرية ساعتين في الزمن، وهو نفس التوقيت الآن. التوقيت، فرق التوقيت يعني صاحب السمو، سبحان الله. شوف يعني شوف هذا وين، هذا في سبحان القرن الله. الثاني الميلادي. لكن هو من وين جاب معلوماته؟ هو جابها أولا خذها من الرحالة اللي هم يعني مثلا عندنا لما جاء الإسكندر الأكبر المقدوني، هي طبعا رسموا الخليج ووصلوا له، طبعا هو حصلها. ليش؟ لأن هو غريكي مثلهم يعني. وكذلك من كتب استرابو اللي هو هذا الجريكي بعد كذلك، هذا في القرن الميلادي الأول. فهو جامع المعلومات هذه كلها ويكتب، لا نقول ينقش، كان يكتب. سبحان الله. إيه، فهذه موسوعة، اسمها الموسوعة الجغرافية، أنا أشتغل عليها. وفيها كتاب الإدريسي، وفيها كتاب العربي المترجم من الإغريقي كتاب بطليموس. نعم. وفيها كتاب بطليموس نفسه، ما شاء الله. وموسوعة كبيرة يعني. هذه الكتب صاحب السمو، وهذه الخرائط سواء الإدريسي أو بطليموس، متوفرة في الدارة، موجودة صاحب السمو؟ اي نعم، يعني من يريد الاطلاع عليها متوفرة. اي متوفرة، ما شاء إيه الله، موجودة. ما شاء الله. هذا كتاب الإدريسي موجود، النسخة موجودة في المكتبة الوطنية في باريس. ولو أقول لك يعني، أنا طلبت منهم قلت له ممكن تصورون لي المخطوطة؟ قالوا حاضر. اللي هي مال إدريسي. قلت له ما هي طبعا، قلت له أنا بكرة مسافر. قالوا ولا يهمك، هالكلام هذا الصبح وياهم، الساعة 7 المغرب واصل البيت عندي في باريس. ما شاء الله ما شاء الله. بالألوان، المكتبة الوطنية في باريس. اي والله ما شاء الله، يعني ما تتصور يعني خدمة للعلم. هم يعرفون أنا شو أشتغل يعني هم يعني هم يريدون، أنا هذه مجموعتي أنا، يريدون يعرضونها عندهم، كل حد يطلبها. سبحان الله. إيه، لأن هذه مجموعة مكتملة يعني. إن شاء الله بافتتاح هذا المبنى الجديد حتلاحظ يعني عالم اسمه عالم الجغرافيا. ما شاء الله ما شاء الله. وهذا بينفع من متى يبدأ صاحب السمو هذا العالم في المعرض؟ يعني أقصد الخرائط، منذ متى تبدأ؟ من تكوين الأرض كالعادة؟ لا، الخرائط تبدأ منذ نقش الخرائط. أما الكتب الأخرى يعني تتحدث موجودة قبل أن تطبع الخرائط. والخرائط هذه موجودة يعني بكثرة. وبعدين الخارطة هذه يعني ما تتصور يعني، أنت هذا عالم آخر. أنا لما أوقف حين أطالع الخارطة يعني أنا طبعا يعني أنا أفهم شو فيها يعني وشو صحيح. المتغير يعني صحيح. ففي واحد يسمى جستالدي، وهذا يعني 1500
1554 ما شاء الله عليك. خرج خرائطه تختلف عن الخرائط اللي لما قرأ مخطوطة بربوزا. بربوزا هذا رحالة جاء سنة 1525 إلى هرمز، ووصف ساحل عمان وجاء إلى هرمز وعاش هناك فترة، وبعدين وذكر كلبة، قال كلبة في الجهة المقابلة لما هو يكون في هرمز. فبربوزا لما قرأ وقال يوقف على هرمز ويطالع إلى الجنوب، فجت كلبة عند الشارجة زين، وهي على الشرق، حتى عند الشارجة، واللي نقل منها حطوها عند الشارجة. أنا من شفتها هالشكل درست حياة هذا جستالدي. شو قرأ وهو جستالدي؟ طال عمرك هذا وين جاي؟ من أي منطقة؟ هذا إيطالي. إيطالي. فقلت له هذا وين جاي هذا؟ يعني المعلومة له. وأنا أقرأ في مذكراته، هو كاتب عن نفسه يقول قرأت مخطوطة بربوزا. فإذا متأثر ببربوزا. أي فرحت أفتش على هذا بربوزا. في نسخة موجودة في ميونخ، نسخة موجود نسختين في البرتغال، نسخة في مدريد، لكنها كلها ناقصة، ونسخة واحدة في إيطاليا. طيب. لكنها كلها ناقصة. ويفتشون على النسخة الأصلية فما وجدوها إلا عند سلطان محمد. سبحان الله. فأنا حصلتها يعني. زين. طبعاً شفتها وشفت. ومكتوب فيها كلبة بجانب الشارقة؟ لا لا، ما قال هكذا، وقال كلبة في أمامنا، إذا من هرمز يقول كلبة هنا أمامنا يعني. إيه إيه، والساحل قال على الساحل هذا. هو أعرف كيف ليش قال هالشكل يعني، بهذا حطه هنا. سبحان الله. هنا طبعاً الآن أنا حققت هذه المخطوطة، بنشرها إن شاء الله. حققتها ما شاء الله. إيه حققتها، هذا برتغالي قديم ترجمتها إلى برتغالي حديث، ترجمتها إلى إنجليزي، ترجمتها إلى عربي، ما شاء وعلق الله. عليها وقصتها كيف. ما شاء الله ما شاء الله. هكذا شاء الله. في عندنا واحد يسمى دانفيل، دانفيل هذا دانفيل فرنسي، وكان يكتب، عنده خرائط، عنده كذا يعني، مشهور يعني. وإذا فجأة يأخذ هذه أبولة اللي هي على ساحل شرط العرب ناحية فارس، ويحطها شرط العرب على ناحية العراق. ليش الرجل سوى هكذا؟ ليش فجأة سوى هكذا؟ فقريت عنه يعني، تبعته أشوفه يعني ليش تغير هذا الرجل. وإذا هو يقول أنا قرأت ابن حوقل، هو يقول هكذا، الجغرافي العربي المعروف. يقول أنا قرأت ابن حوقل، المترجم النجوج هذا الفرنسي المترجم ابن حوقل، يقول فوجدت أنه كتب إذا خرجت من كاظمة واتجهت إلى الشرق ستصل إلى أبو الله لك. فمعنى ذلك أبو الله هنا، وذلك ما قال تعبر بعبرة، لا معناها على الساحل هناك. يعني هناك انت بشط العرب ترى الجهة الثانية تشوف، وانت ما يحتاج عدل. صح بالفعل. نعم صحيح. فتصور كيف الخطأ. سبحان الله. ايه فهذا مثلا قرأها كذا فكتب كذا، هذا قرأ كذا فكتب، وفي امثال عجيبة يعني. سبحان الله. ومثلا عندي انا مخطوطة للخرائط لامبراطوريات في العالم. وفي الامبراطوريات في العالم الامبراطورية الفارسية. فقال عجيب، كلام عجيب. وأنا هذا ذكرت الكلام يعني يرجع إلى المسرحية الإسكندر الأكبر لما أنا سويته. أنا دارس إنه ودارس الأشياء هذه، وحتى كتبت مسرحية منه. يقول هذا في المخطوطة هذه، هي مرسومة 1732 الإمبراطوريات في العالم، ونتكلم نحن عن الإمبراطورية الفارسية. هذا الإسكندر الأكبر لا
لما جاء هنا عند مدخل الخليج قابل القائد ماله نرخص الذي هو صاحب السمو جاء من ناحية الشمال صحيح؟ لا لا هو يحارب داريوس. إذن في فارس هناك. إيه يحارب داريوس، داريوس شرد ركب الجمال. زين. وهذا هنا قالت فالتقى من هنا. هذا جاي في البحر. عند هرمز. إيه جاي في البحر. إيه. آه. الآن نرخص وكلوديوس. واحد ويا ضابط اسمه كلوديوس يو هنا الساحل على رأس الخيمة هنا وصلوا هنا ورسم الخارطة هاي ورسم هذا اللسان هذا مال مسندم مسندم نعم لما قابلوا اسكندر هناك على البر الثاني قال شو هاي الجبال هاي ترى اللي هي شوفها لتبين بالفعل نعم قال له هذا ساحل أكلت السمك آه من هني المسمى إيه قال له هذا ساحل أكلت السمك قال له ما بلس أنا حتى أنا كتبت الكلام هذا في المسرحية إذا عاد بيرجع فيها معلومة يعني قال ليس ريحة السمك فيها حتى الأغنام ريحتها سمك بعد سبحان الله حتى اللحم فيه سمك يعني طيب إيه؟ هذا المكان الآن على بر فارس هذا الآن اللي مسوي هاي خارطة الإمبراطورية الفارسية قاطع مكانه وإن كان واقف الجنود مال اسكندر اسكندر وهذا وكاتب تحته ساحل أكلت السمك شوف ما حطه هناك حطه فوق لا لأنها قاري إهنه سبحان الله ما أخذ باله أن تراهم يشاورون على الساحل الثاني أو البر الثاني غفل سبحان الله وشو قال هنا إيه؟ كتاب هذا وقد هي وقال احتلها داريوس إذا داريوس احتل الأرض في بلاده هذه بالفعل لا هو محتلنا نحن عدل فالمقصود البر الثاني إذا هذه المعلومة اللي هو عبث فيها هذا أعطتني أنا معلومة أن داريوس محتل هنا الساحل هذا في هذه السنة سبحان الله سبحان الله شوف كيف ما شاء الله عليك الشيخ ما شاء الله عليك وفي هذه الفترة طبعا هو مات وجمالك بالفهم واستولى على الملك وكذا يعني قصة طويلة ندخل في التاريخ ما شاء الله هذا كله صاحب اسمه هذا كله بتتضمن إن شاء الله موسوعة الخليج بإذن الله طبعا يعني هاي لا هذا موسوعة الجغرافيا غير وموسوعة الخليج غير تاريخ الخليج غير وجغرافيا الخليج غير عالم آخر لكن صاحب السمو يعني أنا أندهش والأخوة كذلك المستمعين والمشاهدين مندهشين كيف صاحب السمو حاكم الشارقة يحفظ هذه الأسماء والتواريخ يعني أنا حاولت أكتب وراك صاحب السمو لكن ما شاء الله يعني التواريخ كثيرة كيف تحفظها هكذا صاحب السمو كيف يعني هذا بحث علمي والإنسان اللي يعني يرغب في البحث وفي العلم لازم يكون عند الملكة اللي يحفظ فيها التاريخ ويحفظ التواريخ وحتى بالتواريخ يعني بالتأريخ يعني مش بالتاريخ لا بالتأريخ اللي هو تأرخ في سنة كذا في سنة كذا في سنة كذا ما شاء الله ويعني والإنسان لما يكون يوثق يعني أنا حتى لما أكتب أوثق لازم أحط أنا من المصدر مالي إيه يعني حتى لا يقول لي والله وين جايب هذا مش من عندك هذه الكلام لا مع أن صاحب السمو أنت عندك رسالتين دكتوراه في التاريخ فإذا مصرح لك أن تأتي حتى ما عليه ومع ذلك أنا ما أقول لك يعني حادثة حصلت لي وأنا أكتب بيان الكويت نعم قعدت أحط الوثائق في آخر الكتاب سيرة مبارك الكبير إيه صفيت في المكتبة على الأرض ويالس أنقش وأعطيها الأرقام وأعمل كذا المصادر كلها المراجع إيه دخلت زوجتي علي قالت شو هذا قلت هاي وثائق وارفقها بالكتاب قالت أنت الشيخ قلت يعني اللي عنده شهادة دكتوراه وفي في في الجغرافيا يعني يعتبر ثقة قلت هي ما علي إجازة عنده إجازة كان أي بس قلت بس أنا أتوخى الغباء في الآخرين سبحان الله نعم بالفعل الغباء في الآخرين
نعم طيب طلع لي واحد من الكويت سبني ما خلى عندي شيء، الله يصلحه ويهديه. وقال هذا كيف من وين جاب هذا الكلام هذا؟ زين ليش يقول أن مبارك تبع يعني أن تركيا لها سيطرة على الكويت ونحن ما سيطرت علينا تركيا؟ تركيا مسيطرة حتى على الجزيرة العربية كلها. لو طالع هذه الوثائق الموجودة رسالة من مبارك إلى 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 الباشا إلى السلطان في 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 هذاك السلطان نفسه في 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 اسطنبول، قايم مقام قايم مقام الكويت مبارك الصباح، قايم مقام ها إيه قايم مقام يعني بس يعني القائم معين معين إيه المكلف بالأعمال بالأعمال. فشوف كيف هي هكذا يعني. فالناس يعني يعني الناس مش كلها، انت لما تجي تخاطب العامة غير انت لما تخاطب المتعلم. سبحان الله. هي وانت لكل يعني انا الان لما اجي اكتب انا اكتب للناس، انا ما اكتب يعني لأوثقها واحفظها في الادراج، لا انا هنا استلم، انا عندي اسلوب اثقف به الناس التاريخ. صحيح صحيح. ولذلك انت ما تمل الكتاب اذا قريته يعني هكذا، يعني اسلوب ياخذك بيدك يعني شويه يحط لك مشكله ويحط لك شيء يفرح ويشعر لك كذا يعني. سبحان هي الله. هكذا الكتابه هكذا اسلوب يعني. الحمد لله. وانت الله سبحانه وتعالى اعطاك هذا الاسلوب الجميل في الكتابه من اجل تجذب الناس وتفهمهم كذلك، جزاك الله خير. ومن القران نتعلم. سبحان الله. لو قرات سوره النور، وسوره النور انا اقول أن لو أكتب في لوحة أعلقها في رقبة كل مسلم سبحان يعلقها هنا في هذه سورة النور يعلقها في رقبته. لماذا صاحب السمو؟ سورة النور أنا أريد أن كل واحد يسمعني بعد ما أخلص بالكلام يروح يأخذ المصحف ويشوف سورة النور ويقرأها إلى آخرها. تفضل صاحب السمو. شوف شو بتشوف في سورة النور. أسلوب 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 عجيب يعني. الله سبحانه وتعالى يعني يعطي الأوامر ويعطي التشريع ويعطي كل حاجة، وبعدين هذا الإنسان أنت هنا أنت النفس أمارة بالسوء يمكن شكها يشوف الله، بس كل علينا هذا كذا إيه لك الله نور السماوات والأرض نوره كمشت الله أكبر يرفعك فوق، أنت يا الإنسان الوضيع يوديك فوق فوق ارتقي به ويعطيك أنت هناك شو قدرته أنت. هاي أنت حين أنت هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى يراويك قدرتك كيف يعني خلق السماوات خلق الأرض خلق كذا إلى أنت يعني تسلم سبحان حتى إذا سلمت بقدرة الله ها رجع مرة ثانية قالك طيب خذ هذه أوامر جديدة. سبحان الله سبحان الله. طبعا يعني هذا أسلوب راقي، أسلوب القرآن يعني لو واحد يعني يريد يكتب كل الكتاب وقال تعلم من القرآن سبحان الله. تعلم هذا الأسلوب تعلم. مع أنه كان قبل هذه الآيات كان يعطي أوامر وينهى وكذا، لكن أعطاك مثل الراحة وعلمك لا أو ذكرك. لا خاف تشك أنت. إيه فذكرك بالفعل. إيه لا خاف أنك أنت تشك في قدرة الله. سبحان الله. إيه طبعا هذه كل النفوس ضعيفة. سبحان الله. صح ولا لا؟ عدل صحيح صحيح. وهو يعني طيب أنا أقول حق إخواننا اللي يستمعون وفضلكم اقروا سورة النور مرة ثانية. وأشوف يعني حتى الأكل حتى اللقمة اللي بتشلها حتى اللي عدالك وكلوا فرادة. أو مجتمعين حتى مش عارف الاستئذان يعني الاستئذان صاحب السمو في السورة بعد يعني طبعا يعني طبعا حاجة سبحان أنت مثلا لو تقرأ هذه الفاتحة الفاتحة فقط أنت يا أيها المسلم نعم. اقرأ الفاتحة والفاتحة فيها البسملة صحيح بسم الله الرحمن أول آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله يعني هذا نوع من القسم ويعني باسم الله لكن بسم الله يعني الإنسان هذا يمكن يخاف من هذا القسم يعني بسم الله يعني ها لكن الرحمن الرحيم
خفف عليك، سبحان لأنك الله. الرحمن الرحيم، لا تخاف يا أيها الإنسان. هذا الحمد لله، يعني احمد ربك مالك يوم الدين، هذه فيها خوف. عدل، ويوم الدين جهنم، في حساب وعقاب وعذاب. نعم. قالك لا، رحمن رحيم، هداك مرة ثانية. أسلوب تربية، من مرة ثانية يهديك، يقول لك لا ترى صحيح قالك يوم الدين، لكن أنت أعطاك كذلك أن أنا رحيم عدل. وأنا رحمن، قبلها مباشرة. نعم. كيف واحد سبحان ما تبغى يعني يقتدي بهذا القرآن؟ ما شاء الله عليك صاحب، هكذا الأسلوب يعني. ما شاء الله عليك صاحب، الحمد لله. جزاك الله أخذنا خير منكم وقت والله. يعني بالعكس يا صاحب السمو، جزاك الله خير والله. الأخوة يبعثون رسائل يقولون أجمل ما في برنامجكم أننا نستمع لصاحب السمو معلومات ونصائح. جزاك الله خير يا صاحب السمو. على العموم نحن نقول يعني خلينا من بطل يموت ربعه. جزاك الله خير. نحن يعني نقول أن هذا الإنسان، يعني هذا الإنسان الآن الذي خلقه رب العالمين في أحسن صورة، لو تعطل عندك أنت السمع، وهذا نظام ميكانيكي معروف، لو تعطل عندك النطق، لو تعطل عندك الشم، لو تعطل عندك الذوق، كل هذا، لو تعطل عندك اللمس، قل حق أي سيدة عندك أو هي تسمعني الآن، لو غمضوا عينها وجابوا لها أنواع من الأقمشة تقدر تقول لك هذا كل شو صحيح. هذا كشمير؟ لا، هذا صوف ما بكشمير، هذا حرير. هذا ليش صاحب السمو؟ لأن اللمس، حاسة اللمس عندها قوية بالفعل. طبعا تعرفت كل حد، هذه سبحان الله، طبعا هذه ترى النعمة، هذه نعمة بعد كذلك، يعني لأنك أنت لو شفت القماش هذا والكذا ما تعرف حتى أنت، يعني لأن هنا بهذا اللمس تعرف. فشوف النعم اللي الله أعطاك إياها، شوف كيف سبحان الله، غير عن التركيب اللي في الإنسان. بس هذا كله يريد للشكر، ويريد للشكر حتى لا يبتلى. إن الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان يعني، حتى لا يبتلى في سمعه، يبتلى في نطقه، يبتلى في مشكلة. فإحنا نقول يا أيها الإنسان، حافظ على النعمة اللي عندك. بإيش؟ بالشكر. أي والله، بالشكر تدور النعم صاحب، والحمد لله. هذا الله سبحانه وتعالى اللي في أحسن صورة سواك، يعني أعطي الواجب اللي أمرك به، صلاتك، عبادتك، هكذا. يعني لا تهمل. ونحن يعني بصراحة، نحن في العالم العربي الآن الكل يئن، في العالم الإسلامي أي الكل يئن، في كل مكان معظم اللاجئين مسلمين. سبحان الله. قلت طيب، كل حد رافع يده يقول اللهم انصرني. طب ما تنصر نفسك انت بنفسك، ما تنصر انت نفسك، يعني كيف الله بينصرك وانت مضيع حقوق الله سبحانه وتعالى؟ ان تنصروا الله ينصركم بالفعل. طبعا فهذا الانسان الان لابد، ونحن نقول هذا الملحد التارك للعباده، التارك لكل شيء، إذا مرض وثقل عليه الألم، لكن ونت فيها يا الله. شوف سبحان الله، يرجع. شوف سبحان الله، يعني فما لك مفر إلا الله. ولذلك نحن ندعو الشباب، لا تفتتن أنت بهذا الجسم، لا تفتتن تركض وتنط وتذاك، لا ترى هذا يا سبحان الله، يعني صدمة سيارة لا قدر الله تخليك معوق. شوف الناس هاي لحين اللي قاعدين على كراسي متحركة، هاي مساكين الله يعطينا الصحة والعافية. يعني هذه يعني سبحان الله. فنحن نقول يا شاب، الطف بنفسك، الطف بنفسك، واذكر هذه النعم اللي الله أعطاك إياها، واعمل الخير لا تعمل الشر.
امشي في طريق الصلاح، لا تمشي في طريق الفساد. أنت اليوم إنسان شاب، أهم شيء الرسالة اللي الله أعطاك إياها أنك تكون أسرة، وتكوين الأسرة يأتي بزوجة صالحة، صحيح، بيت صالح، تربية صالحة، أولاد صالحين. لكن كيف الأولاد؟ واحد والله يعني متزوج وعندك زوجة ومستريح وغيره وغيره، لا خلاص أنا بروح أتزوج. طيب يعني شو بتشوف يعني أنت؟ يعني أنت هذا ترى هو، هل هو يعرف تراحين هذا العقوق اللي هو بيعقمها إلى العيال؟ يعني سبحان الله، يعني ما يتحسبوا، ما الله سبحانه الله ما بيحاسبه، الله سبحانه وتعالى بيحاسبه على هذا. فأخذ أنت متاع الحياة، بيكون هناك الحساب يوم القيامة. لا إله إلا الله. هي طبعا أنت تبغى متاع الحياة، لا، فأرأف بنفسك. الله سبحانه وتعالى أعطاك قوة وأعطاك جمال وأعطاك كذا وفي أحسن صورة وأعطاك كل شيء، بس أرأف بنفسك. وأنا أريد يعني الشباب يستكين شوي، مزيغ زايغ. شو قصدك يستكين صاحب السمو؟ ما الذي يعمله يعني؟ يستكين يعني أولا يخلي الإيمان يقر في نفسه من السكون طبعا. وهذا الإنسان الآن إذا استقر، الآن نحن نشوف الناس يدخلون المسجد يعني ينقر مثل الغراب، ركعتين وطلع، مثل اللي واجب عليه يبي يخلصه وخلاص، يعقل العبادة عنه يعني. مع الأسف، مع الأسف يعني. طيب شو هناك راكض أنت؟ بشوف تويتر، بشوف مش عارف إيش، بشوف الكذا، بشوف الكذا. ما نقول لك نحن ما تشوف، نقول لك شوف، بس هدي نفسك، هدي نفسك، هدي نفسك. هذه النفس ترى عليك يعني لها عليك حق، والبيت له حق، المجتمع له حق، والله سبحانه وتعالى في الدرجة الأولى له عليك حق. أنت اجلس حاسب، حاسب كل حد حاسبه، وإن شاء الله الله بيهدي الجميع إن شاء الله. نتمنى لهم إن شاء الله. جزاك الله خير يا صاحب السمو. بس تسمح لي قبل ما نختم صاحب السمو، بس أبا من كلمة، جزاك الله خير. كيف كان شعورك اليوم لما شفت أطفالك الصغار في مهرجان الشارقة القرائي؟ وأنا شفت المتعة وشفت يعني الفرح في 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 عينك، فلكن نريد وصفك لشعورك صاحب السمو. والله ما تتصور يعني هذه الفرحة في هذا الوقت مطلوبة. لأنك أنت لو نظرت في البلدان الثانية طالعة في أولادهم شقاي، الأسى والله الأسى، حد مشلول وريله تدلدل مكسرة من الضرب، لا إله مجروحة وهذا، لا إله، وحد وجهه قطر بالدم، حد مطلعينه من تحت الأنقاض، أطفال مجياعة مش عارف إيش. نحمد الله، نحمد الله، الحمد لله، نحمد الله على هذه النعمة، ونحمد الله على هذا شو اسمه الأمن والأمان، السلام والأمان، ونقول اللهم ديما نعمة إن شاء الله. لكن ما بدهم إلا بشكر الله سبحانه وتعالى. ونحن اليوم يعني أنا ما أشوفها إلى الأطفال فرحانين، تصور هذه، يقول المثل من فرح طفل فرح صبي فرح نبي، يا رسول هذا مثل يقول، مثل يقول من فرح صبي فرح نبي، سبحان الله. فإلى هذه الدرجة يعني، سبحان الله. فهذيل الآن يركضون هنا ويركضون هنا ويركضون هنا، والله أنا يعني ما تصور يعني، متعة حتى والله متعة، حتى رجلي كانت ثقيلة ما تمشي. سبحان الله. إيه والله. سبحان الله. إيه يعني، فتمنى يعني تمنى هاي الفرحة في كل مكان، يعني هاي الفرحة تتمناها في كل مكان في كل لله. بلد. الحمد لله، الحمد لله. وهذه طبعا يعني إذا أنت عملت صح ممكن توصل إلى هذا. والآن يعني هل هذيل الأولاد يعني؟ لا، أنا ربيت آباء هايل الأولاد، أنا ربيت هايل يعني في وحدة تتكلم الشيخة تقولها، قالت لها شابة، قالت لها نفسي أنا أتصور يا شيخ، قالت لها إن شاء الله مناسبة بنجيبك مناسبة تصوري الشيخة، قالت أمي مصورة يا يوم هي صغيرة، يا الله أمها هي يوم كانت طفلة زين يا تصور يعني هالحين يعني هي
فهاي الأطفال أنا بقول أنا مربي آباهم وأمهاتهم، الله يعطيك الصحة فكيف والعافية. يعني هذين مثل أحفادي، أنا مش أولادي أحفادي. تربيت مجتمع يا صاحب السمو، جزاك الله خير الحمد والله، لله جزاك الله يعني، خير، إن شاء الله الله يحفظهم يحميهم جزاك الله خير يا صاحب السمو، جزاك الله خير. ويتعلمون العلم الصحيح ويستفيدون، وبجانب هذا العلم يكون عندهم الإيمان الإيمان، جزاك إن الله شاء خير، الله. جزاك الله خير يا صاحب السمو، تسلم تسلم، طولنا مشكور عليك. مشكور يا صاحب السمو، والله أمتعتنا يا صاحب السمو، جزاك الله خير، سلام مشكور، لله، مع السلامة، مع السلامة يا صاحب السمو.